نطمن على حالة المرور في القاهرة والشلل المروري اللي أصاب الطرق والميادين الرئيسية. بنضمننا على التليفون الرائد وائل عجاج، مشرف عام غرفة عمليات مرور القاهرة. برحب بحضرتك سيادة الرائد. مساء الخير لحضرتك فندم. يعني نطمن من حضرتك على الحالة المرورية دلوقتي. احنا حاليا الحمد لله الحاله المروريه حاليا دلوقتي بتشهد سيوله مروريه على معظم المحاور، وان كان النهارده اثناء الاحجام المروريه من بدايه اليوم اقل من معدلتها على كافه المحاور، وده ذلك بسبب الظروف الاحوال الجويه. وبالفعل هو حاليا بما قدامي على منظمه الكاميرات من خلال غرفة عمليات مرور القاهره، انا عندي الحمد لله حاليا محور صلاح سالم بيشهد سيوله مروريه عاليه جدا، القادم من مناطق المطار والمتجه لمناطق مدينه نصر ومنها الى مصر الجديده اتجاه خدمات مطلع اكتوبر، وده بيشهد سيوله مروريه. باقي محور صلاح سالم المتجه لمناطق كوبري الفردوس ومنها الى نفق الازهر اتجاه مناطق وسط المدينه ما زال برضه بيشهد سيوله مروريه. مناطق وسط المدينه الحمد لله تم تصفيه كافه الكثافات والضغوط المروريه داخل المحاور وسط المدينه، والحاله دلوقتي اصبحت كويسه جدا. ما زال عندنا بس كثافه فقط على محور اكتوبر القادم من مناطق مدينه نصر ومصر الجديده ومتجه لمناطق الجيزه، وده ناتج عن بعض الاعطال المتكرره على المحور وبيتم التعامل معاها. الحمد لله احنا ما عندناش خلال خدمات المرور ما رصدتش الحمد لله عندنا اي تجمعات مياه في مطالع او منازل الكباري او اسفل الانفاق نتيجه عن سقوط الامطار، ومفيش اي تجمعات مياه الحمد لله بتؤدي لاعاقه الحركه المروريه. عندنا الخدمات المروريه منتشره بالفعل، ما فيش اي مشاكل لحد دلوقتي. انا عندي الحمد لله برضو محور الاوتوستراد القادم من مناطق المعادي ومتجه لمناطق صلاح سالم ومناطق القلعه بيشهد سيوله مروريه، وان كان في الفتره الصباحيه من حوالي الساعه 7 لحد الساعه 9 كده كان بيشهد كثافه مروريه عاليه في القادم من مناطق المعادي، وده كان نتيجه عن حدوث مصدمه في الصباح على حوالي الساعه 6 صباحا كده، كانت انقلب سياره من الحجم الكبير، سياره نقل من الحجم الكبير انقلبت على محور الاوتوستراد وتحديدا قبل مطلع الدايري، وده ناتج عن انزلاق السياره نتيجه لسقوط الامطار واختلال عجله السياده مع قائد السياره وانقلب السياره، ولكن الحمد لله تم استعجال السياره وتم رفع المصاب، وكان قائدها مصاب وتم رفعه وتوجيهه للمستشفى وتم العمل على تسهيل الحركه المروريه، والحمد لله دلوقتي محور الاوتوستراد بيشهد سيوله مروريه عاليه في القادم من مناطق المعادي ومناطق حلوان واتجاه مناطق صلاح سالم. ايضا عندي دلوقتي بالنسبه لخدمات محور الكورنيش برضو ايضا قدم من مناطق المعادي ومنها الى مناطق اثر النبي واتجاه مناطق الملك الصالح ومنها الى مناطق القصر العيني، الحمد لله بيشهد سيوله مروريه فقط كثافات في منطقه تحديدا من عند منطقه النيل البدراوي وحتى مناطق اثر النبي، ما بعد ذلك الحاله كويسه. عندي محور الكورنيش القادم من مناطق شبرا العلوي ومتجه لمناطق بولاء ومناطق مسيرو تحديدا واتجاه مناطق الفور سيزون بيؤدي برضو ايضا الحمد لله الحاله عندنا المروريه كويسه. تمام، وصلتني الصوره، انا اطمنت من حضرتك بشكل تفصيلي. بشكر حضرتك الرائد وائل عجاج مشرف عام غرفه عمليات مرور القاهره، شكرا سياده الرائد.